السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير ويلا حيو. مع الصبح ودي أعطيكم رؤية واحدة بس واحدة قصيرة حلوة مفيدة. من الرسائل اللي وصلتني هنا في السناب رؤية مكتوبة في صورة، رؤية قصيرة مرة. أبعرض لكم الصورة، اقرأوا الرؤية وبنرجع نعلق عليها. مثل ما قرأتوها يقول صاحبها: رأيت أني كل ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع سعر الذهب. طبعا مش علاقة الصلاة على النبي بسعر الذهب، ما بينهم أي علاقة في الواقع، ولهذا نعرف أنه رمز، خاصة الثلاث كلمات الأخيرة: يرتفع سعر الذهب. سأل صاحب الرؤية، قلت: الرؤية بس هذه ولا أنت معطينها مختصرة؟ قال: لا بس هذه. قلت: تمام، أنت في الواقع تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حتى قبل النوم صليت. هذه الرؤية على قصرها إلا أن تأويلها عظيم ومعناها لازم نستفيد منه كلنا. فقلت لصاحبها: هذه الرؤية تدل على أن كل ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع عنك العسر المالي، يعني إذا أنت معسر والرؤية تقول أنك كذلك، فبتزين أمورك كل ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أكثرت ارتفع عنك هذا العسر إلى أن ينتهي ويستبدل بيسر. العسر سواء عليك ديون وانت معسر ما تقدر تسددها، او التزامات مالية او اجار مثلا، او متطلبات حياة ما قدرت تلبيها، كل هذه حسب الرؤية كلما اكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله عنك. نجي لشرح الرؤية او ثلاث كلمات الاخيرة منها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية ليست رمز بل حقيقة. الرموز وين؟ هي ثلاث كلمات الاخيرة: يرتفع سعر الذهب. كلمة يرتفع زي ما هي من الارتفاع، تمام؟ سعر بنستخدم معها التصحيف، بنبدل السين بالعين والعين بالسين فبتصير عسر. أما الذهب فيعني المال. والآن تتضح الرؤية أنه كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع عنك العسر المالي. واضحة؟ كلمة يرتفع قلنا لكم زي ما هي من الارتفاع، يعني شيء يرتفع عنك. وشو؟ سعر نستخدم معها تصحيف تصير عسر. أما الذهب فيدل على المال. ليش؟ لأن الأوراق النقدية اللي نستخدمها اليوم في البيع والشراء، أنا بوريكم ريال، هذه أساسا كانت قديما ذهب وفضة، الناس يتبايعون بالذهب والفضة. ولهذا إذا تبي تزكي فلوسك، الأوراق النقدية اللي عندك هذه خمسة ما عادي بريال، فإنك تحسبها على نصاب الذهب أو الفضة، على خلاف بين العلماء في هذا. المهم الزبدة أنك كلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله همك، وخاصة الهم الموجود في الرؤيا اللي هو العسر المالي. في النهاية أحب أقول: هل هذا المعنى الوارد في الرؤيا جديد علينا ولا مذكور في السنة؟ مذكور في السنة، إذن الرؤيا جاءت تدعم. في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال أبي: قلت الربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي: فالثلثين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. انتهى الحديث. طبعا مقصود أبي بن كعب أني يا رسول الله أنا عندي وقت أدعي فيها الله عز وجل، ودي أقتطع جزء منه في الصلاة عليك. فالجزء هذا يعني الربع، ربع الوقت اللي أنا أدعو فيها الله عز وجل، ربع أو النصف أو، لكن في النهاية قال: بجعل لك كل الوقت، كل الوقت هذا بصلي فيه عليك. فكان الفضل اللي يستحقه بما أنه جعل كل وقته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه ويغفر ذنبه. وش أعظم من كذا؟ لو تلاحظون قوله تكفى همك هذه في الأمور الدنيوية، ويغفر لك ذنبك هذه في الآخرة، إذا جمعت لك بين خيري الدنيا والآخرة. في الختام أقول: لا يزال لسانك رطب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابشر بالخير وبالانفراج وباليسر بعد العسر. وعلى فكرة تراني اختصرت في شرح الرموز حتى ما يطغى الشرح على الرؤية نفسها، لأن الرؤية فيها رسالة أبيها توصل بكل يسر وسهولة. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. شكرا لكم، السلام عليكم.